السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن تفعيل خاصية الريدي بوست لأي فلاش أو كارت ميموري. الخاصية ديت شركة مايكروسوفت بتوفرها بهدف تحسين أداء الجهاز وتسريع الجهاز، خصوصا زي ما احنا شايفين كده في تحميل أو تحرير الملفات الكبيرة. بس الافضل طبعا لو انت عايز تسرع الجهاز، لو انت جهازك مثلا ضعيف والرامات قليله عندك، فانت طبعا بتركب رامات جديده بجانب الرامات اللي موجوده على الجهاز، وتكون نفس النوع ونفس الباص عشان الجهاز يبقى سريع معاك. دي الطريقه الافضل. ولكن لو انت عايز تستخدم طريقه تفعيل الريدي بوست عن طريق اللي انت بتقتطع جزء من الفلاشه او كارت الميموري بهدف تحسين اداء الجهاز، مفيش مشكله، جربها. لو لقيتها نفعت معاك ماشي، ما نفعتش نرجع الفلاشه تشتغل طبيعيه تاني من غير اي مشاكل زي ما نشوف مع بعض. كل المطلوب مننا فلاشة أقل حاجة تكون 8 جيجا أو 16 جيجا، وفضل تكون 16 جيجا علشان إحنا هناخد جزء مثلا وليكن مثلا نص مساحة الفلاشة، فأقل حاجة تكون 7 جيجا أو 8 جيجا، فيبقى يتبقى مثلا 7 جيجا. أو عايز تاخد مساحة الفلاشة كلها زي ما أنت عايز، مفيش مشكلة. تمام، هركب الفلاشة مثلا ال 16 اللي معايا، وهبدأ إن أنا أجهز الفلاشة عن طريق إن أنا هضغط على علامة الويندوز وحرف الآر وأكتب سي إم دي وأضغط على إنتر. افتح لي واجهه السي ام دي بالشكل ده وانا مركب الفلاشه. هنكتب الامر ديسك بارت، وهسيب لك ملف تكست في صندوق الوصف فيه الاوامر ديت. هناخد الامر ديسك بارت زي ما احنا شايفين كده، كليك يمين كوبي، وابدا ان انا انسخه على السي ام دي زي ما احنا شايفين، كليك يمين بس واضغط على انتر. افتح لي امر الديسك بارت. بعد كده هكتب الامر ليست ديسك زي ما احنا شايفين كده، وابدا ان انا اضغط على انتر. بعد كده بيجيب لي هنا الفلاشة، طبعا هنا ده الهارد ال500 ودي الفلاشة. لو عايز تتأكد كليك يمين وبتختار من هنا مانج، وبتشوف الديسك مانجمنت وبتشوف الديسك والفلاشة. لو انت عندك اكتر من فلاشة فهي الفلاشة معايا هنا زي ما احنا شايفين كده، بختار من هنا ديسك 1، واخدة الديسك 1 زي ما احنا شايفين كده، فاختار من هنا سيلكت ديسك 1. فهبدأ ان انا ارجع للملف التكست واختار من هنا سيلكت ديسك 1. انت على حسب الديسك عندك بقى بتغير الرقم. تمام، ديسك 1، لو لقيته ديسك 2 بتختار ديسك 2 وتضغط على انتر. كده احنا اخترنا الديسك 1. بعد كده بعمل كلين، بمسح كل الداتا اللي موجوده على الفلاشه عشان ابدا ان انا اجهزها. ليه بعمل الخطوه ديت؟ بهدف ان انا لو الفلاشه كانت مستخدمه قبل كده في تثبيت ويندوز، فانا برجع الفلاشه ترجع زي ما كانت التاني، علشان لما الفلاشه تكون راكبه باستمرار في الجهاز، لما اجي اعمل اشغل الجهاز او اعمل ريستارت ما يخشش على الفلاشه وما يكملش ان هو يخش على الهارد، لا ما يحسش بالفلاشه خالص، كانها كانها مش موجوده. بعد كده هبدا ان انا بعد كده اختار من هنا كرييت بارتيشن برايمري زي ما احنا شايفين كده، كليك يمين كوبي، وابدا ان انا اعمل انشاء بارتيشن برايمري زي ما احنا شايفين كده، واضغط على انتر. بعد كده هبدا ان انا اعمل فورمات ان تي اف اس سريع زي ما احنا شايفين، فورمات ان تي اف اس سريع، وبعد كده اضغط على كليك يمين بس واضغط على انتر. هيبدا ان هو يعمل فورمات ان تي اف اس للفلاشه. بعد كده هنبدا بقى نفعل الخاصيه، خاصيه الريدي بوست. زي بس ما يخلص بس عمل الفورمات هنبدا نفعل خاصيه الريدي بوست زي ما هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده خلص معايا عمل فورمات للفلاشه، وكده الفلاشه بقت جاهزه معايا لتفعيل خاصيه الريدي بوست. هنبدا نفتح ماي كمبيوتر مع بعض، وكليك يمين على الفلاشه ونختار من هنا بروبرتس، ومن بروبرتس هنختار من هنا الريدي بوست. هنلاحظ هنا ان هو this device cannot be used for ready post. هنختار من هنا تيست اجين زي ما احنا شايفين كده، هننتظر مثلا ثواني لحد ما يفعل معايا خاصية الريدي بوست على الفلاشة. بالفعل تم تفعيل خاصية الريدي بوست زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بقى في 3 اختيارات زي ما احنا شايفين، دونت يوز ديت يعني ما تختارش اي حاجة ولا تفعل الريدي بوست، وهنا الاختيار التاني دوت خاص باقتطاع جزء، اقتطاع كل الفلاشة وكل كامل مساحة الفلاشة زي ما احنا شايفين كده اللي هي الـ16. واخر اختيار معايا دوت ان انا اقدر ان انا احدد المساحة اللي انا هقتطعها لتفعيل الريدي بوست زي ما احنا شايفين كده. انا ممكن افعل نص الفلاشة زي ما احنا شايفين، واخلي النص التاني مثلا ان انا احط عليه داتا او احط عليه اي ملفات زي ما هنشوف مع بعض. لكن لو انا اخترت الاختيار اللي هو في النص هياخد كل كامل مساحة الفلاشة. يعني مثلا لو احنا جربنا كده الفلاشة فاضية معايا، لو ضغطت على ابلاي وضغطت على اوكي، هلاحظ ان هو خد كل مساحة الفلاشة، فمش هينفع ان انا احط عليها اي حاجة. لكن لو انا رجعت لبروبرتس تاني واخترت من هنا ريدي بوست، واخترت ان انا احدد له مثلا ان انا اقتطع مثلا حوالي نص الفلاشه اللي هو حوالي 7 جيجا 500 مثلا، واضغط على ابلاي واضغط على
اوكي هيقتطع ايه نص الفلاشه زي ما احنا شايفين كده. لو جيت فتحت الفولدر هلاقي ان هو الجزء دوت مخصص لتسريع ايه لتسريع الويندوز عندي، في حاله لو ان الرامات عندك قليله وكده، فهو هيساعد معاك ان انت تنسخ مثلا، تيجي تنقل ملفات او تشتغل على البرامج، هيساعد معاك في سرعه ايه في سرعه الويندوز. تمام. طب في حاله لو انت عايز تلغي الكلام ده كله وترجع الفلاشه طبيعيه تاني من غير اي مشكله، كليك يمين وهنختار من هنا بروبرتس، وهنختار من هنا ريدي بوست، وهنختار اول اختيار معانا زي ما احنا شايفين كده، ونضغط على ابلاي ونضغط على اوكي، هيرجع الفلاشه طبيعيه تاني من غير ايه من غير اي مشاكل، تستخدمها عادي من غير اي مشكله. كده عرفنا ايه ازاي طريقه تفعيل الريدي بوست لتسريع الجهاز الكمبيوتر عن طريق ان انا افعل الريدي بوست على اي فلاشه او كارت ميموري. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.